Oke, di video yang ini, yang sekarang nih, saya mau murojaah atau mengulang hafalan surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ajaahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي شفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أمته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونحلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul Azim.